مثل ما بنحتاج نستلهم القوة من الآخرين والأمل بمحطات حياتنا، نحن دايما بحاجة لنشارك تجاربنا مع الآخر لحتى نأثر ونتأثر ونحقق أسمى معنى من معاني التكاتف والتكافل الإنساني. وهالشي موجود ضمن مساحة آمنة افتراضية انخلقت لحتى تكون متنفس للشباب ليعبروا عن دواخلهم ويشاركوا قصصهم بحلوة ومرة. مشروع ورد رح نتعرف عليه بشكل أكثر مع الكوتش المؤسس محمد فايز معدني، مدرب استشاري بمجال البرمجة اللغوية العصبية وباحث في مجال العلاج النفسي الكلي. أهلا وسهلا فيك. لك يا رب، خليك يا رب. اهلا وسهلا، الله نورتنا. الله يوفقك. ميت اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيك. بتشرف معنا طبعا بحضوري معكم اليوم، وان شاء الله نقدر نوصل فكره حلوه عن هذا المشروع للشباب. لا اكيد واضحه الطاقه الايجابيه من البدايه لما دخلت لعنا كوتش على الاستوديو. كوتش، هلا شفنا بالفتره الماضيه انعطت كثير محاضرات للطلاب بجامعه دمشق، من اهم ما يختص بالتنميه البشريه، محاضرات كثيره تقدمت لتحفيز الطلاب وتصحيح مفاهيم النجاح عندهم، وخليني اقول الفشل، يمكن الفشل كلمه مو محببه انها تنقل، احنا بنغير مفهومها تماما. لكن من أهم المشاريع يلي انطرحت أو اللي تركت صدى، خلينا نقول مشروع ورد، بدنا نعرف المشاهدين عنه. يسعد لي نهارك. أول شيء بدي أشرح شغلة، إنه مشروع ورد هو انعمل كصفحة على فيسبوك، كان الهدف منها هي إيصال المعلومة اللي مغيبة نوعا ما عن مجتمع الشباب اللي بسوريا. نحن ببلد بسبب الحرب والظروف اللي صارت معنا تحت حصار، تحت كمية من الضغوط النفسية اللي كتير كبيرة اللي هي أثرت سلبا على حياتنا. طيب أنا اليوم في كتير يعني فيني أقول مجالات للتطور، في أفكار، في كتب، في أبحاث، ما اتطرق للمجالات العلمية، فأنا حاولت ضوي عليها من خلال هذا المشروع، ومن خلال استغلال كمان منصة السوشيال ميديا. أنتم مثل ما شايفين هلأ أي حدا بالدنيا صار بموبايل بيقدر يسجل فيديو ويعرض، وعم ينعرض آلاف أو ملايين الفيديوهات يوميا فيها محتويات ممكن تكون ذات قيمة أو لا. أنا حاولت وصل عن طريق هذا المشروع أنه يكون هو منصة للشباب اللي عنده فكرة حلوة، فكرة قوية مفيدة بتنمية الموارد البشرية والتنمية الذاتية، أنه نقدر نطرحها بالإضافة لمحاضراتنا وندواتنا اللي عم نحاول دائما أنه نوثقها وننشرها على هذا المشروع. هذا كجزء. الجزء الثاني والأهم بصراحة كان من خلال عمل لمدة 8 سنين بمجال البرمجة اللغوية العصبية وعلوم التنمية، لاحظت أنه في العديد من الكتب والمراجع المهتمة بالتنمية اللي هي بنى عليها ثقافة الغرب وتنمية مجتمعاتهم. للأسف هيدي الكتب والمراجع كانت ما عم توصل لعنا بطريقة صح. شو السبب كوتش؟ هلأ في عدة اعتبارات، منها هي يعني فينا نقول قوانين اللي بتحكم توزع دور النشر بالبلاد العربية، وجودها ببعض الدول وغيابها عن دول تانية، في عنا بعض يعني ما بيدخل على سوريا. الشغلة الثانية اللي هي الأهم من هيك، أنه كان في تغييب مقصد لهدول الكتب. نعم. يعني نحن اليوم لما بنرجع لمنهج علم النفس اللي هو أحد دعائمه أو المؤسسين فيه هو مثلا سيغموند فرويد، بنكتشف أنه في كتير أسماء بعد منا نحن كمراجع علمية إلها ما وصلت على سوريا. فكان الهدف أنه نحن نضوي على هدول الكتب من خلال مشروع ورد، أني أقدر أجمع مجموعة من الشباب القادر على مثلا عنده قدرة لغوية عالية على أنه هو يساعد، ونقسم بعض المراجع العلمية عليهم نقدر نترجم هذه المراجع ونقدمها للمجتمع العربي بطريقة عربية صحيحة. جميل. بما يتوافق مع القيم والمعتقدات العربية. جميل جدا. وأيضا ضمن مشروع ورد تم بث فيديوهات لحضرتك جمعت بين فكرة الفيزياء والحياة. تمام. انطلاقا من فكرة مهمة أن حياتنا بتشبه القوانين الكونية، لو نحكي عن قانون ما وطبق لنا إياه على حياتنا. تمام. هلأ أنا اللي دائما بحب أقوله أنه نحن بالنهاية يعني إذا رحنا شوي هيك فيزياء بنقول أنه بالنهاية الجسد هو عبارة عن كتلة. تمام. ونحن بتنطبق علينا كل القوانين الفيزيائية بالعالم. يعني أنت اليوم إذا ماشي على حفة وانتهت هاي الحفة، الحالة الفيزيائية تماما هو أنه الجاذبية الأرضية بدها تسحبك. فإذا طرتي فبيكون في شيء مختلف، في قصة، في معجزة عم بتصير. فإذا نحن كل القوانين الفيزيائية اللي موجودة بالحياة هي فيها رسائل لتوصلنا فكرة أنه نحن
لازم نوصل او لازم نهتم فيها، لازم نعزز من هي الكتله اللي مثلا من اولى انه اليوم قدامي هي كاسة المي معبايه على الاخر. طيب قانون ارخميدس بيقول انه الكتله الحجميه للجسم تساوي حجم السائل المزاح. نعم. يعني انا اليوم لما بحط قطعه ثلج بهي الكاسه ممكن تطف الكاسه بحجم قطعه الثلج. اذا كبرتها تكبر اكثر. هذا الشيء نفس الشيء بيشبه ادراكنا لما بتقولي انا وقعت بمشكله، كل ما كبر الادراك كل ما كان عندك قدره على انك تزيحي من المشكله اكثر واكثر. كل ما كبرت ممكن ما يبقى شيء بهي الكاسه وما يبقى شيء من المشكله اذا كان ادراكك اكبر. فدائما عزز من ادراكك من خبراتك تقدر تطبق هذا القانون وتزيح المشكله واحيانا تتجاوزها بشكل كامل. تمام. بما انك كوتش عم تحكي عن كاسه المي، من شوي انا قلت لك عن كلمه الفشل انه هي غير محببه، خليني اقول كيف بدي استثمر السلبيات بشكل ايجابي. رح اقول لك اياها كيف. هي دائما بننبه عليها طلابنا، بنقول عليها انه في عندنا ماده طبعا كتبتها ودربناها اكثر من مره اسمها فن التحدث مع الذات. بتقول انا اليوم اذا عندي 10 تجارب فاشله جيتي سالتيني شو رايك بهيدي القصه، قلت لك والله ما زبطت معي. سالتني فرح مره ثانيه شو هي القصه، قلت لها فشلت فيها، هي فشلت فيها، هي فشلت فيها، انا شو اخذتي فكره عني؟ اني فاشل. طيب اذا جيتي عم تساليني عن نفس الشغله اللي ما زبطت معي ولكن قلت لك هي ما زبطت بس اخذت منها خبره كذا وكذا وكذا، هيدي قصه صح ما زبطت معي تعلمت منها هيك وهيك، هي كان في عندنا احتمالين واخترنا احتمال غلط هذا الاحتمال الصح. انت هون حولتي كلمه فشل لخبره، صرت خبير، يعني استثمار ناجح للفشل. تماما. هي بالحالتين هي الشغله ما زبطت معي، ولكن انا اذا تعاملت معها على انها فشل فانا فاشل، اذا تعاملت معها على اني تعلمت منها وخبره فانا خبير. هون بتبقى انا كيف بنظر لحالي وكيف الاخر بيتعامل معي، لانه ممكن تعرضي علي عمل لاني خبير او تمتنعي عن العمل معي لاني فاشل. تمام. بس بظل الظروف الصعبه اللي نحن عم نعيشها صعب كثير انه نحن نفرط بالايجابيه ونكون مبالغين فيها، وخصيصا انه في كثير اشخاص هلا بتقول لك انه ايه وين يعني وين عم نحكي نحن. تمام. نحن ما وصلنا لمستوى الراحه لحتى نوصل لمستوى الايجابيه. اكيد قابلت هيك اشخاص كوتش، لو نحكي كيف تعاملت معهم؟ رح اقول لك شيء، في اهم كتاب ودائما بكل محاضراتي وندواتي بضوي عليه قريته بهذا المجال كان اسمه أراك على القمة للكاتب زيغ زيغلر. بهذا الكتاب بيقول جملة أنا ما بنساها، بيقول يقولون لي أن الأفكار الإيجابية لا تدوم طويلا، وأقول صحيح، هي مثل الاستحمام ننصح به دائما. ما حدا بيتحمم وبيضل نظيف على طول، ولكن لما بيحتاج بيغسل. وأنا نفس الفكرة اللي بدي أقولها أنه نحن هيدي الأفكار الإيجابية ما هي موجودة، ما لي عايش بمجتمع وردي لحالي. أنا بتعرض لظروف، بتعرض لضغوط، وأحيانا بنسى كتير شغلات من الشغلات اللي أنا بدربها، ولكن لما بتذكر وبعرف طبقها صح بكتير أحيان بتجاوز هيدي المشاكل. تمام. هذا اللي بدي أوصل له. انت عم تحكي عن القمه هلا كوتش، واحدة من المحاضرات او من المحاور اللي انطرحت على مدرجات جامعه دمشق كانت الطريق الى القمة. او مشوار الى القمه. يا ترى نحن عم نوصل للقمه، نحن كلنا بنمشي بالمشوار لكن اغلبنا عم يتعب ما عم بيوصل. تمام. وهلا اليوم كنا بهذا المحور تحديدا كنا عم نناقش فيه، عم نناقش قاعده اساسيه بتقول كلما ازداد استخدامك لما لديك زاد ما لديك لاستخدامه. نحن دائما بنحاول نقول انه القمه هي، في حتى شعار بمشروع ورد اذا بتفوتوا تلاقوا دائما بكل بوست نكتب القمه ما بتخلص. ليش؟ لانه دائما عندنا قاعده انه نحن بس نوصل للقمه اول خطوه بعد القمه هي نزول. فانا لا، انا عندي رغبه باني انا اوصل للقمه وروح جيب حجار وحطها واطلع على القمه تبعي وكل فتره زيدها، لانه هيدي يعني لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغرن بطيب العيش إنسان مثل ما بيقولوا. فأنا اليوم طموحي أني أنا أعرف أكثر، وأينشتاين قال كلما ازددت علما ازداد إحساسي بجهلي. نعم. وهالفكرة أكيد تتعلق بتقدير الذات كونه هو محرك أساسي لكل أفعالنا بالحياة والدافع الأساسي اللي نحن بنرتكز عليه. لو نحكي عن مبادئ أساسية أو أفكار أساسية لحتى نحن نعلي تقدير ذاتنا. هلأ هذا الشيء بقى بيروح فينا على العلاج النفسي الكلي او نظريه الغاشتالت اللي اسسها فريتز بيرلس وفولتمر بستينيات او خمسينيات القرن الماضي. هو بيفكك الحاله النفسيه لنقدر نوصل لتعزيز هذا الشيء. فانا اليوم كثير بنحكي انه نحن بدنا ثقه بالنفس، بدنا نعزز من حالنا، كيف بتصير هي القصه؟ فولتمر بيشوف انه
نحن لازم نعرف الخطوات لهيدي القصة. اليوم أنا قبل ما يكون عندي ثقة بالنفس شو لازم يكون عندي؟ لازم يكون عندي رضا، رضا عن النفس. ما في شخص واثق بحاله وما له رضيان عن حاله، إنما هو بيكون مو راضي عن بعض النقاط، بيرغب بتعديله ليزيد من ثقته بنفسه. فإذا أنا ليكون عندي ثقة بالنفس بده يكون عندي رضا، ليكون عندي رضا لازم يكون عندي إنجاز. فأنا اليوم بلش بإنجازاتي الأساسية الصغيرة اللي أنا ملتزم فيها يومياً. انطلب مني إني أنا أعمل كاسة شاي، فأنا أحسن بني آدم مساوي كاسة شاي. أي شيء التزامات بتعزز لي الإنجاز، بتحسسني بالرضا، بتزيد الثقة بالنفس، وبالتالي تقدير الذات. يعني هي سلسلة متكاملة. تماماً. توتش، كنت عم تحكي هلا عن موضوع تقدير الذات وحالة الرضا. عم نشوف هلا موضوع عم بيعاني منه أغلب الأطفال يلي هن أساساً عماد للمرحلة القادمة، عم بيعانوا موضوع جلد الذات، معاقبة الذات. هلا بدنا نعرف بعض النصائح عموماً عن تجاوز العادات أو بعض العادات لنتجاوز الطاقة السلبية. هذا الشيء اللي بحب ركز عليه كثير بدور الوالدين، لانه نحن حتى بالبرمجه اللغويه العصبيه بيقولوا لك اهم شغله مندربها هي مصادر البرمجه، اللي هي بتبلش بالفطره والوالدين دغري، هي ثاني شغله بعد الفطره التكوينيه. اي شجره بالدنيا بتزرعيها انت، اول ما بتزرعيها بتحطي لها عصايه وبتربطيها عليها لحتى يقوى عودها وتشتد. نفس الشيء دور الوالدين، هن حيكونوا الموجه الاساسي اللي حيرعى هي النبته لحتى تشتد عودها. هذا الشيء بيكون أكثر شيء بالنقد، والنقد اللي لازم يكون مبني على طريقة. نحن بنشبهها دائما بالساندويتش أو الساندويتش الهامبرجر، بتكون في عندك خبز حشوة خبز. فأنا دائما لما بدي أتواصل مع حدا بتواصل بنفس الفكرة، ببلش إيجابي، بتعرض للمشكلة وبنهي إيجابي. بشكل إيجابي. فلما بيجيني الطفل عامل خطأ معين أو عم يحاول ينجز شيء وهو ما زبطت معه وبلش هو يجلد حاله، أنا بدي بلش بنفس الأسلوب، برافو عليك إنك حاولت، ممتاز كتير، كان عندنا خطأ 1 2 3 4 هون أنا بالحشوة، بس بكل الأحوال محاولتك كانت جيدة ولازم تعيدها لأنك أنت عم تتقدم. إذا بهيدي الحالة أنت خففت من جلد الذات اللي موجود عنده، وهذا دور الوالدين الأساسي. يعني بس قديش بيكونوا الوالدين فعالين بهذا الموضوع، كونه نحن في عنا بيئة خارجية، عنا المدرسة، عنا الأصدقاء، ممكن هن ينتقصوا من تقدير الذات أو من قيمة الطفل؟ تماماً. لذلك أنا دائماً بدي ميزان، بدي أقول عن شيء بنرجع فيه للفيزياء والحياة، أنه أنا اليوم عندي الأجسام تبحث عن الاتزان، هذا قانون كوني. اليوم أي شيء بتمرشحيه بده يرجع يستقر ويتزن. ونفس الشيء طالما في عندي ضغوط من المجتمع برا، من المدرسة أو من المحيط أو من الأصدقاء اللي بالشارع، لازم الأب والأم هن يكونوا كفة الميزان اللي عم تبحث عن الاتزان، اللي عم بتثبت هذا الموضوع، وإلا منضيع. فهذا الطفل عبارة عن 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 عجينة، عن على أي قالب بتحطيه بدي ييبس عليه. فأنا بيهمني إنه يكون القالب الإدراكي عنده متسع لحتى يوسع بطريقة يستوعب فيها كل المتغيرات ويكون مرن معها. معلومات قيمة مهمة بدي أتشكرك عليها، يعني نحن بحاجة كمان نتأمل ونفكر فيها وبأصغر تفصيل. شكرا كثير لكم، شكرا لاهتمامكم ولإضاءتكم على هدول المواضيع تحديدا، وبدعي الكل انه يحاول يستفيد من اي منصة ثقافية، إن كانت مشروع ورد ولا غيره، لانه فيها كثير معلومات لها علاقة بهذا المجال. شكرا لك المدرب الاستشاري بمجال البرمجة اللغوية العصبية الكوتش محمد فايز معدني لوجودك معنا. شكرا.